السلام عليكم. مدارس الوطن العربي تاريخ الصف السادس. سنتحدث في وحدة جديدة عن الخلافة الراشدة. تحدثنا في الحصة السابقة عن حجة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام التي كانت في السنة العاشرة للهجرة. كانت أول وآخر حجة للرسول عليه الصلاة والسلام. وتوفي الرسول في السنة الحادية عشر للهجرة. وتلقي الخبر المسلمين بالذعر والخوف، ومنهم من ارتد عن الإسلام. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي أحد من بعده لإدارة شؤون المسلمين، لذلك كان تحدي كبير في اختيار من ستولى أمر المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول، عندما أصيب المسلمين بالخوف والذعر وعندما ارتد العديد من المسلمين عن الإسلام، خطب بالمسلمين وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبهذه الكلمات هدأت نفوس المسلمين. بعد ذلك اجتمع الصحابة من الأنصار بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لاختيار خليفة للمسلمين في مكان يعرف بسقيفة بني ساعدة. طبعا نذكر بالأنصار هم سكان المدينة الأصليين الذين استقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ونصره. طبعا خبر هذا الاجتماع وصل لمسامع المهاجرين من أهل مكة. لما وصلهم الخبر ذهب من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة عامر بن الجراح إلى مكان الاجتماع. طبعا تكلم أبو بكر وقتها وذكر ما تحمله المهاجرين من متاعب جراء الهجرة إلى المدينة. بالوقت نفسه قابلهم الأنصار بامتداحهم لأنفسهم وموقفهم من دعم الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرتهم له والوقوف إلى جانب المسلمين. دار حوار بين الطرفين المهاجرين والأنصار. طبعا بنذكر مين هم المهاجرين؟ هم المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد الحوار الذي دار بين المهاجرين والأنصار تم الاتفاق فيما بينهم على مبايعة أبي بكر الصديق. طبعا بايع الحاضرين في السقيفة مكان ما هم كانوا متواجدين وسميت تلك البيعة بالبيعة الخاصة. وفي اليوم الذي بعده أخذ أبو بكر الصديق البيعة في المسجد مع عامة المسلمين. طبعا البيعة التي كانت في المسجد مع عامة المسلمين سميت البيعة العامة، وبذلك كان أول خليفة من الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق. طبعا تولي الخلافة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية للهجرة. طبعا رح نتعرف ماذا تعني كلمة خلافة. الخلافة في لغة جاء بعده في الاصطلاح الذين خلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدين. في العصر الحديث في عصرنا التالي هو رئيس أطلق عليهم الخلفاء الراشدون. سبب إطلاق لقب الراشدون على الخلفاء لاتصافهم بالرشد والحكمة والاستقامة وحفاظهم على نهج العدل والإنصاف والتسامح. وبذلك تعرفنا ماذا تعني الخلافة وسبب إطلاق الراشدون على الخلفاء. طبعا الخلفاء الراشدين هم أربعة خلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. سنخص بالذكر اليوم الخليفة أبو بكر الصديق. سنتحدث عن نسبه، مكانته قبل الإسلام، علاقته بالرسول عليه الصلاة والسلام، وشهرته، أي الألقاب التي لقب بها. نسبه: هو عبد الله بن أبي قحافة القرشي، ولد في مكة. طبعا ولد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين. مكانته قبل الإسلام، قبل دخول الإسلام، كان من رؤساء قريش في الجاهلية. طبعا عمل في التجارة وكان من أغنياء مكة، وكان ذا مال كبير في مكة. علاقته بالرسول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر كان أول من أسلم من الرجال مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رفيق الرسول في الهجرة إلى المدينة كونه أقرب أصدقاء الرسول، كان أحد العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة هم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب،
وطلحة بن الزبير والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. سوف نتحدث عن شهرته، أي الألقاب التي لقب بها. الأولى الصديق، عندما نقول أبو بكر الصديق. لماذا لقب أبو بكر بالصديق؟ لأنه بادر بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء. اللقب الآخر العتيق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالعتق من النار، وبذلك تحدثنا عن أبو بكر الصديق. آخر شيء سوف نتحدث عن خطبة أبو بكر الصديق عندما تولي الخلافة، وهي: قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. طبعا نص الخطبة لأبو بكر الصديق كان يتضمن العديد من المبادئ الأساسية لسياسة أبو بكر الصديق في إدارة أحوال المسلمين، ومنها الصدق، الأمانة، العدل، المشورة، الطاعة والأمن. بذلك نكون قد أنهينا درسنا لليوم، ويعطيكم العافية. صباح الخير، كيفكم شباب؟ أكيد بعد ما تحدثنا في الحصة السابقة عن خليفة أبو بكر الصديق، حابين تعرفوا على أهم الأعمال اللي قام فيها بعد ما تولى الخلافة. من الأعمال اللي قام فيها بعد ما تولى الخلافة إنه أرسل جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، حرب المرتدين، وجمع القرآن الكريم والفتوحات الإسلامية. إحنا بنعرف إنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من مكة للمدينة أحس بخطر الروم، ولأنه أحس خطر الروم شو حكينا؟ جهز جيش حتى يخرجوا لقتال الروم. طبعا الرسول بعدها مرض مرض شديد، واحنا بنعرف بعدها تمت وفاته وما ارسل جيش اسامه بن زيد. فلما تولى ابو بكر الصديق يا سادس الخلافه، اول عمل قام فيه ارسل جيش اسامه بن زيد الى بلاد الشام حتى يقاتل الروم. ابو بكر الصديق بنفسه طلع يبدا بالجيش، ووصل القائد أسامة بن زيد إنه يعامل أهل البلاد معاملة طيبة وحسنة. طبعاً أمنوا الحدود وراحوا وانطلقوا من المدينة المنورة، كان طريق مصيرهم من المدينة المنورة إلى خيبر، بعدها لتبوك، حتى وصلوا إلى معان. بنفس الوقت قاتلوا، حققوا طبعاً بالنهاية الانتصار. بعد ما حققوا الانتصار رجعوا إلى المدينة المنورة. بعد ما رجعوا للمدينة، اللي بدي اياك تعرفه إنه يا شباب، بنفس الوقت اللي طلع فيه جيش أسامة بن زيد حتى يقاتلوا الروم، كان أبو بكر مجهز جيش حتى يحاربوا المرتدين بنفس الوقت. هدك تركز لي على هالنقطة. طبعاً أول شيء بدنا نعرف مين هم المرتدين. مين هم المرتدين؟ المرتدين اللي بعد ما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من ادعى النبوة، ومنهم امتنعوا عن دفع الزكاة. إذا هم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة. فلأنهم امتنعوا عن دفع الزكاة ومنهم ادعى النبوة، قرر أبو بكر الصديق إخراج جيش حتى يحارب المرتدين، مع أنه كثير آراء كانت أنه خلص يعفو المرتدين من الزكاة. مع ذلك لا، أبو بكر الصديق كان مصر أنه يجهز الجيش حتى يحارب المرتدين، وحتى أنه يقنعهم برضو يعودوا للدين الإسلامي، لأنه إحنا بنعرف أنهم كانوا بالبداية مسلمين. طبعاً برأيك شو كانت النتيجة؟ وإحنا بنعرف المسلمين دائماً بجهزوا أمورهم بيكونوا بدقة. النتيجة طبعاً كانت أنه الجيوش الإسلامية نجحت في مهمتها، والقبائل اللي ارتدت عن الإسلام رجعت للإسلام. بعد ما رجعوا القبائل المرتدة عن الإسلام، طبعاً شو كانت؟ توحدت شبه الجزيرة العربية من جديد، وانتشر الإسلام فيها. فهذه الخطوة شو مهدت عندنا يا سادس؟ أنه نقوم بالفتوحات الإسلامية. طبعاً لما رجع انتشر الإسلام وتوحدت شبه الجزيرة الإسلامية، هون
فتح المجال أمام المسلمين للفتوحات الإسلامية حتى يوسعوا عندنا حركة الإسلام، حتى يوسعوا حركة الإسلام. طبعاً قبل ما نحكي عن الفتوحات الإسلامية بدنا نحكي لما أبو بكر الصديق أخرج جيوش حتى يحاربوا المرتدين، بدنا نشوف مين هم القادة اللي أخرجهم ولأي مناطق. عندنا جيش المهاجر بن أمية خرج إلى منطقة حذرة موت، إحنا بنعرف إنها وين؟ باليمن لما أخذنا على الخريطة. وجيش حذيفة بن محسن إلى عمان، وجيش خالد بن الوليد إلى اليمامة، وجيش عمرو بن العاص إلى قضاعة، وجيش خالد بن سعيد إلى مشارف الشام. طبعا اللي بدي اياك تعرفه يا سادس يا حلوين إنه كل هاي الجيوش من وين طلعت؟ من وين انطلقت؟ من المدينة المنورة، من المدينة المنورة. طبعا احنا هدول الجيوش خرجت، احنا حكينا إنه كانت النتيجة انتصارهم ومهدت لنا الطريق حتى نقوم بالفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية طبعا بعد ما انتصروا بحرب المرتدين وبعد ما انتصر جيش أسامة بن زيد بقتال الروم، أرسل أبو بكر جيوشه على بلاد الشام والعراق، إلى بلاد الشام والعراق. برأيك ليش أرسلهم بلاد الشام والعراق؟ حتى يخلصهم من سيطرة الروم والفرس خارج الجزيرة العربية. وإحنا بنعرف إنه الفرس والروم وحكينا عنهم كتير إنه كانوا بيبرزوا قوة كبيرة في شبه الجزيرة العربية. طبعاً أما الحدود من خطر الدولتين الساسانية والبيزنطية، اللي كانوا هدول من الدول اللي كانت بتسيطر على بلاد الشام والعراق. خلينا نروح مع بعض لسادس ونتعرف على خريطة سير الجيوش الإسلامية لبلاد الشام. هلأ اطلع معي، عنا جيش عمرو بن العاص. طبعا جيش عمرو بن العاص لأي منطقة راح حتى يقوم بفتحها؟ إلى منطقة أجنادين، إلى منطقة أجنادين. هلأ اروح معي على جيش شرحبيل بن حسنة، هذا كتير بدك تركز عليه لأنه قام بفتح الأردن اللي هي دولتنا. عنا جيش يزيد بن أبي سفيان فتح منطقة اليرموك واللي هي بنعرف انه عنا بالأردن. جيش أبي عبيدة عامر بن الجراح قام بفتح حمص، وجيش خالد بن الوليد اللي انطلق من العراق لليرموك هو قام بفتح منطقة حمص. هاي كانت إحدى أعمال أبو بكر. آخر شيء بدنا نحكي عن جمع القرآن الكريم. طبعاً بحرب المرتدين اللي شارك فيها المسلمين طبعاً استشهد العديد يا سادس من حفظة القرآن الكريم. إحنا بنعرف كيف كانوا يحفظوا القرآن الكريم بالقدم في عصر الرسول؟ كانوا يحفظوه في صدور الصحابة، يحفظوه حفظ في صدورهم، أو كان يكتب على قطع الجلد وجريد النخل اللي هو ورق النخل ومواد أخرى كانت. بعد ما استشهد العديد من حفظة القرآن إجا هنا عمر بن الخطاب اللي راح نحكي عنه إن شاء الله بالحصص الجاية ونتعرف عليه، أشار على أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنهم يقوموا بجمع القرآن الكريم، خافوا إنه يضيع القرآن الكريم. فلما أشار على أبو بكر الصديق، طبعاً أبو بكر الصديق برأيك أخذ بمشورة عمر؟ أكيد أخذ بمشورة عمر بن الخطاب. فإجا خليفة أبو بكر أمر زيد بن ثابت، أمر زيد بن ثابت اللي هو أحد كتاب الوحي وبعض الصحابة برضو معه، إنهم يقوموا بجمع القرآن الكريم. طبعاً قاموا بجمع القرآن الكريم أو داروا عند مين؟ حفظوا عند حفصة بنت عمر اللي هي إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نرجع نستذكر أعماله: إرسال جيش أسامة بن زايد، حرب المرتدين، جمع القرآن الكريم، والفتحات الإسلامية. هلأ خلينا نرجع، أبو بكر الصديق إحنا حكينا إنه تولى الخلافة بأي سنة؟ سنة 11 للهجرة. طبعاً إحنا حكينا كمان شغلة إنه تولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه ولد في مكة بعد الرسول بسنتين. ركز لي على هاي منيحي سادس، إنه ولد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين وتولى الخلافة بعد وفاة الرسول. هلأ هو مش ولد بعد الرسول بسنتين كمان يا سادس، توفي بعد الرسول بسنتين وعدة أشهر. طبعاً
توفي في السنة 13 للهجرة، إذا بما أنه تولى الخلافة 11 للهجرة وتوفي السنة 13 للهجرة، إذا كانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر. تمام؟ طيب رسول لما توفي حكينا كم كان عمره؟ أكيد الكل متذكر معي، خليني أرجع أذكركم أنه كان عمره 63 سنة. أبو بكر الصديق بما أنه ولد قبل الرسول بسنتين وتوفى بعد الرسول بسنتين، إذا كم كان عمره؟ رح يكون 63 سنة. إحنا بنعرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ هذا الإشي حكيناه أكيد متذكرينه، دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، بحجرة أم المؤمنين عائشة اللي هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دفن أبو بكر الصديق دفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة ابنته اللي هي احنا نعرف عائشة أم المؤمنين هي ابنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بتمنى يا سادس تكون الأمور واضحة لكم، وإن شاء الله رح أرجع أكمل معكم بالحصص الجاية الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب.